أولاً أنا خلفيتي الدراسية كانت إعلام، إعلام واتصال. قريت ربع سنين ليسونس سيستم كلاسيك. نعطيك معلومات كافية من عندي خير باش تدي معلومات دقيقة. علاش نكمل لك الموضوع؟ دقيقة بك، سمحي لي سمحي لي. لا لا باش ما ننساش، باش ما ننساش، باسكو أنا عندي شوية دخول ميموار. دونك أولاً أنا صحفية بالدراسة، نكون كل احترام لأي صحفي، أي صحفي كان على وجه الأرض، جزائري غير جزائري، صغير كبير جديد قديم، كاع عندي كيف كيف، لأنه على بالي واش معناتها أنه تصير صحفي. ثاني حاجة راكي تقولي لي صحفيين عاونوا، أولا ما على باليش النوع تاع المساعدة اللي كتهضري عليها، لكن أنا بالنسبة لي أكيد الإعلام يزيد لي، أكيد أنا الإعلام الهادف يزيد لي، يزيد لي وأنا نزيد لي ثاني. لكن قولي لي تكبرتي عليهم، هذه ما كاش عمري ولا تكبرت على صحفي، وعمري ما تكبرت على انسان، فما بالك تكبر على صحفي. علاش زعما نقولوا لا ما نديرش معك لقاء؟ جامي صراحه. ممكن جاني في وقت بالك كنت راقده، ممكن جاني في وقت بالك ما كنتش الاز، بالك كنت ام بعد قلت له لا لا. كنزه مرسلي، كثير من المنتجين يقولوا انه ما يقدروش يتواصلوا مع كنزه مرسلي شخصيا لانه الام ديالها هي اللي دائما تتكفل بالرد عليهم وهي اللي تنيغوش معاهم. هذا المعلومة قديمة وكريمة أنا لي على كيفاش وصلتولي؟ ماهوش مشكل. كيفاش وصلتولي اليوم مالا؟ كيفاش وصلتولي؟ أنا اللي وصلنا لك ماشي هم. هي معاكم، هي عندها قناة وحدة، هي هاكي معاكم. كيفاش وصلتولي؟ كيفاش قدرتوا توصلولي؟ غير كيما ثاني درت معاكم في برنامج ما عنديش اسبوع في الشهور الثاني وصلتوا لي هذه المره. وصلتوا مسلسلات والافلام السينما الموسيقى مش قنوات تلفزيون. علاش مش مشكل يكون البرامج مش مشكل انه يكون عندك الوالد ديالك ولا الوالده هما اللي يديروا الاعمال ديالك ولا مش مشكله. بالعكس انا نشوفها باللي اذا كانت افضل من تكون الوالده هي اللي تدير الاعمال. حقيقية لأنه أنا اللي يحب يوصل لي يوصل لي بسهولة. أنا خاص كاع البومين عندهم النمرو تاعي، وهذا المشكل اللي راكي تهضري فيه ما عندوش أساس من الصحة للأسف للمرة على شحال. وبخصوص الصحفيين اللي هضرتي معاه، أنا درت لقاءات مع صحفيين تما في باتنا دون هكا كان يسمع حتى واحد. تواضعي كنزة مرسلي، تواضع مش فيه. صح صح، سمحي لي سمحي لي، انت كنتي تما شفتك، علاش ما جيتش تديري معايا اللقاء؟ لانه ما شفتش فنانه متواضعه. سبحان الله، كنت قاعده معاكم، كنت متواضع اكثر من هكا. كنتوا ديروا لقاءات مع فنانين اخرين وانا كنت قاعده معاكم، كنت قاعده قدامكم. كبرت عليكم كي قاعده قدامكم. انت تعرفي السبب اللي ما خليتش. سمحيلي سمحيلي كلمي معايا انا شخصيا. سمحيلي سمحيلي، راكي اكوتي.